برحب فيكم بحلقة جديدة من أوتو فوكس. اليوم معنا دبوسي جروب ورح نتعرف سوا على الهافال H6 HEV. My managing partner سارة دبوسي أنصاري. هاي سارة. هاي كريستينا. كيفك؟ رفقتنا هالأسبوع. اليوم صار وقت نحكي عن H6. يس. رح بلش شوي أعطي لمحة سريعة عن Great Wall Motors. Great Wall أسست سنة 1984 وهي من رواد السيارات بالصين. هي الرقم واحد بضخامة إنتاج الاس يو فيز والبيك اب تراك. مشاركة الهافال بالذات بكذا سباق، سباق الصحراوي الأبرز اللي هو رالي دكار، وحايزة على مراتب متقدمة بهذا السباق. نحن اليوم معنا الهافال H6 HEV اللي هو الهايبريد. مثل ما شايفين على الشاشة لونها ملفت كتير حلو. حبت شركة Great Wall تعاصر التطور العالمي للطاقة البديلة وقرروا يعملوا هيدا الـ SUV بالهايبريد فيرجن. نحن هيدا الـ SUV نزل بالأسواق اللبنانية بـ 2015 وكان ناجح جدا، هو أكثر مبيعا بلبنان وبالشرق الأوسط. بالفعل شفناه كثير على الطرقات بلبنان وقد ايه هيك إليجنت وسبورتي بنفس الوقت. مظبوط، إذا بتلاحظي عنا بلاك ريمز، عنا جريل فيري سبورتي من الفرونت، جاية هيك أخذ أدجي على سبورتي. مظبوط، حسي بيناسب جميع الأذواق وفي اتنشن تو ديتيلز. يعني إذا بنلاحظ الكومبينيشن بين عم نشوف البلاك وعم نشوف الريد كولر تبعيته اللي هي مش حيلا ريد، بتحسي اتس يونيك. مظبوط، لافت للنظر كثير لونه مع الكونتراست اللي عملوه مع البلاك فينيشينج. نعم، لكن صار وقت ننتقل لداخل الـ H6 لنتعرف على ابرز تفاصيله. مثل ما شايفين انتقلنا لداخل الـ H6، شو فيك تخبرينا سارة عن اهم الفيتشرز؟ اول شيء الـ H6 SUV كثير واسع ومريح من جوا، مثل ما شفتي اللاج روم واسع، في كمان هيد روم، الفينيشينج بالستيتشينج تبع اللذر كثير حلو، حتى الكوكبيت هيك بتحسيها فيري فيوتشرستيك. نعم، عندنا فول كولر سكرين، كروز كنترول، اوديو كنترول، سبيد كنترول من ستيرينج ويل، حتى السبيدوميتر مش بس بيطلع على سكرين كمان بيطلع قدامك على الازاز انت وعم تسوقي، which is also nice. It's practical للي عم يسوق وكمان اعطيها طابع futuristic للسياره من جوا. مزبوط، وكمان عندنا full park assist، يعني بتصف لحالها السياره و detects parking spots on its own. عم نحكي 360 degree cameras والكاميرات بضلوا مضويين كل الوقت نحن وعم نسوق، يعني مش بس وقت نضوي. نعم. أغيار أو هيدا. مزبوط، دايما في وايرلس فون تشارجينج كمان. أكيد في فون تشارجينج ستيشن، بانوراميك سانروف، بانوراميك سانروف، اتس فولي لودد، يعني كاملة مكملة. نعم، لكن صار وقت ننتقل لبرفورمانس، نحكي عن انجن وسيفتي. من بعد ما تعرفنا على اكستيريور H6 وشفنا ابرز تفاصيلها من الداخل، صار وقت نحكي عن performance و safety. بس اكيد خبرينا شوي عن سيستم الهايبريد سارة. So الهافال H6 هو بيجي نص باتري ونص regular engine. نعم. وبياخد يعني هو it's a 1.5 liter turbo engine، بيعمل combination مع الباتري ليعطي up to 240 horse power. يعني سيارة نشيطة. سيارة نشيطة بمصروف بنزين منخفض. نعم. It's a good combo. والبطارية هي self charging، يعني تشريد ذاتي. ما بنضطر نشرج. ما بنشرج، ما بنعمل شيء، هي من السيارة نحن وسايقينها بتعمل تشريج لذاتها. كثير منيح، وشو فيك تخبرينا كمان عن السيفتي فيتشرز اللي فيها؟ الهافال H6 حايز على 5 نجوم أمان عالمياً، يعني وقتها بيعملوا كراش تيست لتصنيف السيارات بالسيفتي. حايز على اعلى علامه اللي هي 5 نجوم، مثل السيارات الاوروبيه. وفيها يعني كل الفيتشرز الاساسيه اللي بنلاقيها وزياده فيتشرز بتلاقيها خصوصا بالH6. اكيد فيها الريجولر سيفتي فيتشرز وزياده، في عندنا كوليجن بريفنشن، في عندنا لين اسيست اذا طلعنا برات اللين،
كمان في اوتو ستوب في حال قطع بيدستريان او نحن على كروس اوفر او حتى مرق موتو او بيسكليت هي لحالها بتوقف السياره. وشو سعرها اليوم؟ سعر السياره 34,900 دولار. وفي جارانتي؟ في كفاله شامله لمده 5 سنين او 150,000 كيلومتر which ever expires first، وفي كفاله لمده 8 سنين على الباتري. واكيد بدنا نذكر حضرتكم وين متواجدين ليجوا يزوروكم. نحن عندنا شوروم بجلد ديب على الطريق البحريه على سيسايد رود، وشوروم بترابلس على بولفار ترابلس الشرقي. بدي اتشكر كثير على وجودك معنا وعلى كل هالمعلومات. ميرسي لك كريستينا. لكن ما تنسوا تتابعونا بحلقات مقبله من اوتو فوكس دائما على ام تي في. Yeah.